أنا بالأساس باعتباري سفير لجمهورية تشاد بالقاهرة بعتبر الحدث حدث استلام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الاتحاد الأفريقي حسب الدورة ده حدث مهم وحدث عظيم وأنا بشكل رسمي وبشكل شخصي أهنئ به فخامة الرئيس السيسي والشعب المصري وأقول أن مصر تستحق ولا بل هي بالنسبة لنا يعني ماذا أقول أنه مصر هي الأخت الشقيقة الكبرى والشقيقة الكبرى منها نستفيد وتستحق منا المزيد أن أخواننا المصريين أن يحاولوا قدر المستطاع أن يكونوا هم قادة في هذه المرحلة وأن يمدوا أذرعهم وهي مبدودة أصلاً لأخوانهم الأشقاء الأفارقة والفترة مش طويلة بس برضو مش قصيرة قوي لتكون كافية لتفعيل الملفات الأكثر أهمية للقارة أجمع ونتمنى أن تكون فترة فخامة الرئيس السيسي فعلاً فترة بحجم مصر في القارة الله يخليك شكراً جداً وتقولي للأخوة الأفارقة الأخوة الأفارقة يعني بقول إن قوتهم ورقيهم ومكانتهم تتعزز وتقوى ويحفظ عليها كل ما حافظوا على اتحادهم الأفريقي هذا وكل ما وقفوا وراء الزعيم الذي يترأس الدورة خلال فترة دورته أن يكون دورهم معه دور تكاملي من أجل إنجاح الملفات وليس هناك دور آخر قد يخلي العمل مثلا في ركود أو عدم تفعيل